معها على تجربة السنوات، تجربة التعليم في البرة، تجربة التعليم في تونس، الاستفادات خاصة اللي أهم من هذا وقت اللي يكون معنا سي توفيق 80 عام ربي طول في عمره. ما نجموش ما نحكيوش على العلم والتكنولوجيا في الستينات والسبعينات اللي مهدوا للي قاعدين نعيشوا فيه اليوم. هذك علاش أنا سعيدة جدا بأنه نجري في هالحوار مع الدكتور توفيق كركر، وانتم تتبعوا فينا على 102.3 FM بس مسوسي في الاعداد والتقديم. ونشكر بثينا البسيلي وسليمة يوسف، سليمة يوسف في الاخراج التقني، وكذلك زهيرة اللي كانت تقرأ لكم في الاخبار. واحنا مكملين معاكم اقرأ واحفظ. ايش قريت؟ ايش قريت؟ وبعد ما قريت برشا قريت في تولوز في الجامعة، باش ناخذوا التجربة هذية في فرنسا اللي تمتد تقريبا 10 سنوات، وبعد نمشيوا ل 30 سنة تعليم في تونس. الكلمة ليك من جديد سي توفيق كركر. حتى خليت الدكتوراه مشيت لتولوز باش نقري قريب بطريقة أكاديمية أكاديمية أي. كاملة مش مونيتاريا أي. وكانت الحق فترة معناها ثرية بالنسبة لي علميا، وحتى معناها من ناحية الخبرة في التعليم أي. أنا دعمتها كيفاش؟ في البحث يعني كوقت لي ترقى قسم أمامك مش كما تطلع معناها تقوم بإصلاح الفروض ولا تسأل تلميذ حتى احنا للتفكير كنت انت تقوم بإصلاح الفروض، وكذلك انتروغاتور تقوم بإجراء الاختبارات الشفوية، وهذيك كما قلت انت تمرس في ممارسة معناها المهنة متاعك، وبعد حضرتك لأنك طوى وليت أنت المسؤول عن المادة العلمية اللي تقدمها في قسم، وهذه تجربة جديدة بالنسبة لك. تعلمت منها برشا، وحتى علميا انت معناها تعلمت منها برشا معناها مش معناها مفيها عندي المات وعني طوب باش نصبها صب اللي عندي كذا. يعني التعلم ما يقفش ديما مرحله مستمره حتى وانا الدكتور توفيق كركر الاستاذ الجامعي اللي عندي ستاتيو نتاعي. وهذه اللي الناس يلزم تفهموا وقت نحكيوا على الجامعه والتعليم معناها العالي، راهو تعلم مستمر من اجل انك تعطي بالحق ماده راقيه وترقى للمسؤوليه اللي انت فيها. اي دونك تعلمات جديده بالنسبه ليك زادة. ومن الحاجات الواحد هو كيفاش معناها تهتم، كيفاش تخلي القسم يهتم. اي وهذا اعطينا السر سي توفيق، خاطر توا القسم ما عادش يهتم يا سي توفيق. كنت ديما نعمل مقدمه ما نمشيش ندخلش مباشرة في الموضوع، مدخل عام معناها لا ديما واحد كذا ذي بالانجلي احنا نقولوا له الوامينا بالتهيئة الحافزة، معناها انك تلقى مدخل باش تعطيك المادة العلمية وتكسب زادة شوية تكسرك الجليد ولا جبل الثلج اللي ما بين التلامذة والمعلم ولا الأستاذ الجامعي متاعهم. وهذا يخليته من عند بعض الأساتذة اللي كنت قريت عنهم في جامعة باريس. وكانوا معنا فما اللي أنواع هما أنواع فما اللي عنده بيداغوجيا عالية جدا، وفما اللي عنده بيداغوجيا متوسطة، وفما اللي بحث كبير ولكن ما عندوش بيداغوجيا بالكل، ما يوصلش المعلومة. هذا مهم جدا، هذاك مهمته البحث العلمي مكانه ولا مكانها ماهوش في إيصال المعلومة. زي كل موجود وقيت عندهم الكل وتعلمت أكيد منهم الكل، وخذيت روحك طريقة جديدة اللي هي اللي اخترتها واللي تأثرت أكيد انت أنا بتأثر بيهم وبالممارسة فهمت شو الصعوبات وشو كذا وكل شيء. من الصعوبات مثلا جامعة تولوز موجودة في جنوب فرنسا وفهم برشا طلبة
أجانب خاصة من إسبانيا من إيطاليا من بقايا أخرى وكذا وشوية من المغرب فما شوية من المغرب تقول مغرب المغرب معناها ولا لو غرام مغرب المغاربة تزيرة المغرب المغرب البقعة ذيك في تولوز المنطقة ذيك فيها برشا مغاربة هي تولوز وبوردو وي ايش كان بالنسبة للناس هذوما البعاد هذوما وقت اللي يبدأوا في القسم فما عنا اللي يسميهم للتزيقان الاتيغان يجيو لابسين الباس بتاعهم ويجيبوا الجيتار بتاعهم ويقعد باش يقرا كاينهم يحبوا هكا ينرزوني وكذا عم رايحين في باليس يقولوا باه كذا عادكم دريج باش واحد كذا وبعد فرهدونا وبعد نبداو الدرس نبداو الدرس هكا دونك تاخذوا لهم بخاطرهم جايين يشوفوا كذا كل شيء ومن بعد بعد مدة هكاك شهر واليوم ماشي يعطينا بوليكوب قالوا لنا عندنا جديد كيفاش باش نعطيكم بوليكوب درس نكتبوا قبل ما نجي لازم تدقيق وكذا كل شيء مشاو على روحه بعد مدة يجيو قالوا انا خلينا الدينار ما تبينا تصلح لنا طبعا خرجوا بوليكوب معنا هما وحدهم وحدهم خرجوا لي بوليكوب وهذه كان نرجعوا بالتوالي سي توفيق أكيد وأنت اللي درست معنا في الصدقية ودرست في ليسي كارنو في الوقت اللي بديت تقرأ قبل ما تمشي لفرنسا ولقيت الزوز طرق اللي تحكي عليها كيني قاعدة تتبع فيك حتى في الجامعة في فرنسا اللي هم اللي تحس روحك استفدت أكثر في التعليم الصادقي وقت اللي كان الدرس تكتب على السبورة وانتم تنقلوا وإلا في لي سيكارنو كيفاش كانت تصير الطريقة وكيفاش كانت فيها حتى التحضير هو وقت اللي نقلت لي سيكارنو الأجواء ما كانتش مختلفة الطرق البيداغوية كانت مختلفة تماما دونك فوق فني نقعد في الصدقية نكتفوا يدينا ونقعدوا حتى نسمعوا وفي آخر الواحد عنا ملخص وهذا كهو هذه الصدقية اللي تجينا مكتفة ضعوا الأقلام تبعوا الأستاذ وبعد يعطيكم الدرس صب وبعد مشيت لي سيكارنو لقيت اختلاف تام يقول من أول واحد أقول لكم براني دي نوت قولوا والصدمة هذيك شيء كانت صدمة بخطب بالضبط كما تصدموا الطلبة متاعك بعد في تولوز وقت قلت لهم شوية شوية معناها باش تكونوا لي نوت اي واحد كذا ولكن الحاجة اللي عجبتني قطعا بعد ما زورت ليش حاجات غريبة وقتها أما زورت لي غريبة وقت اللي روحت لتونس معنا لأنه معناها بتلقى أنفسهم تلموا ثلاثة ولا أربعة باش يعملوا لي البوليكوب هو بيعملوا لي البوليكوب هذا كان في تونس على أساس في تونس ولا في تولوز؟ تولوز يعني. احنا مازلنا في تولوز دونك انت زرعتك الرغبة عند التلامذة انه يتلموا مع بعضهم نحو تكوين مادة علمية انت ترجع تدققها برك هكا؟ هذا كهو معناه كنت واعتقد كنت معنا في الوقت هذاك كنت اعتبرها حاجة طبيعية معنا خطر حافظ في التروزيام سيكل وفي السيكل نعملوها احنا نعملوها معنا كانت كانوا تقليد معنا ولا قلت لك حاجه عاديه عاديه وداير معنا التلامذه اللي يقوموا بهذا كي يربحوا برشا اكيد يربحوا برشا لانه مش لانه وقت اللي هو ياخذ المبادره باش يعاود يكتب الدرس يكتب الدرس و كذا وبعد يدقوا مع الأستاذ يربح برشا وإحنا نعرفوا في الجامعات تاع تونس معناها قديش أكل كراسة اللي تدور من بيرو لبيرو باش تتعمل معناها عليها لي فوتوكوبي وكل على خاطر الدرس فيها كامل نوفمبر 77 ترجع لتونس وكانت الصدمة كيلكو باغ ما بين ما كنت تدرس فيه وتقوم به في تولوز ولقيت عليه وضع الجامعة التونسية في أواخر السبعينات كان نحكيه عليها
أول صدمة هو أنه الأساتذة بيتلاقشوا مع بعضهم. فما نوع من القطيعة معناه؟ فما قطيعة معناه اللي بيتلاقشوا مع بعضهم. أي. معناه قلة قليلة. معناه كل واحد يمشي يعطي درسه ويروح. فمش شكل. درسه ويروح ولا يقعد في بيرو. أي. يقعد في بيرو. عم النقاش العلمي ما بيناتهم ولا كذا ما فماش، حتى لو كان يكونوا مشاركين في نفس الفصل واللي هو ما فماش كل ديناميكية نتاع الحوار وكل ما بيناتكم عبارة على تقدم مادة وتمشي كما الروبو. هو حتى معنا في تحضير الامتحانات ما تتفقوش مع بعضكم، ما نتفقوش مع بعض في غالب الوقت. ساعات تصير، ساعات تصير، أي. أما غالب الوقت المسؤول البيداغوجي والإداري هو اللي يقوم بكل شيء، هو يقوم الواحد كذا والبقية أما يعسوا أما يصلحوا. أي. أي. معناها جست يجي اسمك تمشي تقرأ في ليستة تلقى اسمك باش تعس نهار الفلاني في الساعة الفلانية وكهو. ما كانش فما نقاش حول المادة العلمية اللي تقدم، ما كانش فما انفتاح ما بين لي ديبارتمون هكا. أي. دونك هذه كان مختلف على فرنسا. أنا بزيان في تولوز فماش امتحان من ما نكتبوش مع بعضنا تقريبا. أي نكتبوه مع بعضنا. وش عملت في الدروس المسيرة، ش عملت في الواحد كذا، شو كانت الواحد معناها، شنو نقاط الضعف شنو كذا، معناها نحكيه تتناقشوا في المادة اللي باش يقع بعد تعطيوها التلامذة. أعطيوها التلامذة هذي ما لقيتوش تقريبا مفقود. ساعة ساعة يبدأ موجود نوعا ما، أما بقي نونك فما هذه الظلمة، هذه النوع من العزلة، وما فماش انكماش، ما فماش حتى انفتاح ما بين الديبارتمون، ما فماش نقاش ما بين الأساتذة بيدهم في المادة العلمية، وكل النقاش العلمي فقدته هكا. دونك هذه كانت صدمة أولى. هو شنو هو وكله تقاليد. أي. والجامعة بتاعنا معناها صغيرة. أي. مزلت. أي. مزلت في حال تكوين وكذا. نونك التقاليد نتاع الجامعات العريقة ماهيش موجودة. ماهيش موجودة. ناقصة. غاندي يقول لك كن التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. أنت ما غيرتش حاجات سي توفيق كركر. حاولت إلى حد ما، حاولت إلى حد ما. أي. لقيت صعوبات. مشيت للنقابة وزيت تتحرك، معناها لقيت حركية في النقابة أكثر في لقيت حركية أسهل في النقابة. ولكن باقي المساج ما تعديش برشا. ما حسيت اللي كنت يمكن ماذا بك راك عملت أكثر. وأنت اللي عملت اختصاص الجبر، أش جيت تقري في تونس؟ ما كانش فما برشا جبر. هذه زادة صدمة أخرى جدا. مرحلة ثانية والثالثة اللي عملتها في باريس طاغية، معناها الجبر طاغية على الباقي. سبيسياليتي الجبر. وبعد لقيت الرياضيات في تونس قائمة على التحليل. قائمة على التحليل أساسا، قائمة على التحليل. فالجبر المطلوب به للناس الكل. أما الجبر ك بيغي دور كما تقول كتوجه كتوجه ولا كواحد ماهوش موجود، ما كانش موجود. ما عليكش فريستراسيون، ما قلتش يا ليتني ما روحتش جاي نعمل هنا. أسئلة خطيرة سي توفيق. لا كانت فريستراسيون، كانت فريستراسيون، ومعناها كنت نحس باللي اللي قريته قاعد يزيع. إن نشكرك على الجملة هذه، يعني برشا مرات يكرروها برشا ناس اللي يروحوا لتونس، يقولوا رانا نحبوا نقعدوا في تونس ونتعلموا برشا حاجات لبرا ونجيو ما نلقاوش لا بوسيبيليتي باش نطبقوا الحاجات هذه، فنحسوا رواحنا كأنه معناها اللي قريناه الكل مشى في الماء وماناش باش نجموا ننفعوا، واحنا هذه اللي ما نحبوهش يصير، هذاك علاش نحبوا نتقاسموا معاك. دونك الجبر لقيت مش فريمون اللي حبيت عليه انك تنجم تقدمه. اي
كتجربة. لكن هذا ما يمنعش أنه سيادتك كقامة علمية نفتخر بها، وكان عندك أكثر من مرة فرصة وشرف معناها تمثيل تونس في الملتقيات العلمية، هتك ناخذوا عليها فكرة شنو معناها ملتقى علمي، شنو اللي يصير فيه. لأن يعني الناس تقولك هالناس اللي تاخد طيارات وتمشي للوتلة وتبت في الوتلة وكلش قاعدة تعمل، هت ناخذوا شنية معناها ملتقى علمي من وجهة نظر الدكتور توفيق كركر، وشنو معناها التبادل اللي يصير في المؤتمرات العلمية هذه. وين مشيت الساعة وبعد حكي لنا شي يصير في المؤتمرات؟ مشيت لإيطاليا برتين، لإنجلترا مرة، لألمانيا ثلاث مرات، وروسيا مرة واحدة. هذوما القايا اللي مشيت لهم. هذوما الدول اللي زرتهم في إطار مؤتمرات علمية، وكنت مطالب بتقديم ورقة علمية. شنية الاستفادة؟ هالناس اللي تقولك علاش نصرفوا في فلوس على ناس باش تمشي وتخرج لبرا، ماذا يحدث؟ خاطر احنا يهمنا زادة من خلال تجربتك ننفض الغبار على برشا أفكار سائدة معناها ومغلوطة. هو قبل كل شيء وقت اللي مشيت للقاية هذوما مشيت على معناها على كيف يقولوا على كاسة الجامعات المضيفة. فوالا دونك راهي ما صرفتش عليهم تونس، راهو جات لانفيتاسيون من جامعة تقول نتشرف باستقبال القامة العلمية هذه للإضافة في المؤتمر العلمي. مرة واحدة خذيت معنا فلوس من الجامعة التونسية فقط لتذكرة الطيارة فقط. وكان ذاك ما وقت مشيت لروسيا هو آخر واحد مؤتمر علمي مشيت له. نفتحوا الكواليس نتاع المؤتمرات العلمية وانت الوقت معاك، كان نقعد معاك البعض غدوة ما نفيش سي توفيق. دونك هات نشوفوا ماذا يحدث، شنو هالتبادل، شنو هالإثراء، شنو الفايدة من أنه نمشيوا في مؤتمرات علمية، شنو حقوا بها؟ هو في الواقع بالإنترنت، بالإنترنت اللي توجد كذا نجم نبعثه ونتصله بالأساتذة بعد كذا ونبعثوا الخدمة بتاعنا وتناقشوا كذا. يقول لك علاش ماشيين سير بلاس هاو الزوم ولا الميت ولا التيم ولا اللي هو ونعملوا هالميتينغ هذوما. لكن المؤتمرات أولا تلم شخصيات. واحنا ماذا بينا تلقاو مع ناس معناها أساتذة طالعين أكثر منا ولا في ميدانهم وكذا وكل شيء، وخاصة نقشوا معهم وجها لوجه. لأن النقاش ذاك يتجاوز النقاش الكتابي ولا عن بعد. لأنه مثلا وقت اللي تقدم الخدمة بتاعك وتقول تلاجب تفسر له بلي شلي المشكلة اللي لقيتها وكذا، وتلاجب أنا تلاجب تتعمى توضح الخدمة بتاعك بطريقة بأخذ ورد. خاصة انتم في جانب علمي وقاعدين تمشيوا في اون لوجيك معناها منطق معين، معناها هاي الآ كيفاش هزت للبي كيفاش هزت، ما تنجمش تعملها هذية عن بعد. دونك هذا مهم برشا اللي تحكي فيه. معناها المؤتمرات فما الجانب نتاع المحاضرات الناس كله، ولكن فما الرسمي هذاك تاع القاعة، لكن خارج القاعة فما خارج القاعة فما الاتصالات المباشرة مع أستاذ ذاك وأستاذ ذاك وأستاذ ذاك اللي يخلينا معناها التواصل أكثر أعمق وأدق. ويخلي الناس ساعات ماذا بها ترغب في أن تستثمرك ال 24 ساعة. ساعات تتواصل النقاشات هذه الوين وين في الليل، وتقول أنت فرصة باش نقابل مثلا دكتور توفيق كركر، ماهيش فرصة باش توفر لي ديما. دونك ماذا بيك تستثمر الفرصة هذه. دونك تقريبا 30 سنة قعدت في الجامعة التونسية باش نحاولوا نختموا بها قبل ما نرجعوا مع توفيق كركر وتاريخ تونس، لأنه عنده أكيد العديد ما يحكي لنا على تاريخ تونس، حاجات عاشها في طفولته باش نرجعوا نختموا بها. نختموا معك دونك في علاقة إذا كان عندك إضافة بتدرس تجربتك في التدريس في الجامعة التونسية سي توفيق.
يجب الجامعة تكون مفتوحة. أي؟ الجامعة يجب تكون مفتوحة للخارج. أي؟ يجب يكون فما أساتذة أجانب وتلامذة أجانب في الجامعة التونسية. أي؟ كيف إذا كانت تحب الجامعة التونسية تقوى وتكون مشعة، يجب يكون فما إمكانية باش أساتذة أجانب يجيو يقريو ولا يعطيو واحد وفي فترة معينة كما الجامعات المعروفة. ما راش علاش تقع جامعة متاعنا ما يجيو كان باش يشاركوا في لجنة تاع أطروحات ولا كذا. أي مؤتمرات وكل ترشي للجامعة في السبعينات وفي الثمانينات على الأقل اللي أنا عشت فيهم وقريت فيهم، ما تراش أني كانت فيها انفتاح أكثر على الخارج من ناحية عدد الطلبة الأجانب بالمقارنة مع مثلا القرن الواحد والعشرين خليني نقول. محقق محقق في الديبارتمان اللي كل نقري فيه كان فما ثلاثة ولا أربعة يجيو جون ألمانيا داسد من ألمانيا كذا، ما توا ما عاش يجيو أساتذة باش يقريو، يجيو أساتذة باش يحضروا في لجان تاع أطروحات ساعة ساعة وبالمناسبة يعملوا محاضرة. أي. وهذا ماهوش كافي ومش هكا تنجم تقدم لا الجامعة لا التونسية. أي وذاك علاش احنا حبينا نستأنسوا بالخبرة نتاعك. دونك إذا كان نجم لخص كلامك، إذا نحبوا بالحق نقدموا بالجامعة التونسية يلزم تنفتح على العالم، تنفتح مش خاصة مش فقط من جانب الناس اللي باش تقري، لكن الناس اللي يلزم تجي وتقرأ في تونس باش يصير هالتبادل هذايا، التبادل اللي نجم ينمي بارش الذكاء اللي حكينا عليه من أول الحصة اللي بعد الفصل الغنائي باش نرجعوا باش نحطوا حبي يتبدل يتجدد على خاطر سي توفيق كركر قراني انا بريكولور. دونك باش نشوفوا هالبريكولاج هل هو